نشيل الهوية، معرفتنا كتير قوية، تركونا نعيش بحرية، العالم برا سبقونا، بدنا نسهر بدنا نغني، رفاقي بالشلي بتفهمني، وامي بوعظة ما بترحمني، نفهمون ما بيفهمونا، اي متى رح تسمعونا، اي متى رح تفهمونا، عم نبني بكرة بإيدينا، مشاكلكن ورطتونا، اي متى رح تسمعونا، اي متى رح تفهمونا، عم نبني بكرة بإيدينا، مشاكلكن ورطتونا. عنا خناقة العيش معهم مش من طاقة، شبيبي وفي عنا طاقة، نعيش الحياة تتركونا، سيارة تنستعيرة، داد بيضرب لتكشيرة، المام بتحقيقة خطيرة، وعلى النايت بيلحقونا، اي متى رح تسمعونا، اي متى رح تفهمونا، عم نبني بكرة بإيدينا، مشاكلكن ورطتونا، اي متى رح تسمعونا، اي متى رح تفهمونا، عم نبني بكرة بإيدينا، مشاكلكن ورطتونا. تعرفي شو عم تعملي فيكي؟ ايه عارفة كتير منيح. إذا بتقرب بقتلك. بدك تقتليني فيكي؟ بدي دافع عن حالي. من مين؟ من مين بدك تدافع عن حالك فيكي؟ خايفة مني أنا؟ أنا رح أذيكي؟ حلو كتير، حلو، مش مازل فيكي، بشرفك أنا أذيكي؟ مش مهزلة هيدي؟ مهزلة أو مش مهزلة، مش بهالطريقة بتنحل مشاكل نعيم. بأي طريقة لكن تنحل فيكي؟ نوقف بوش بعضنا، متل اتنين كبار وناضجين، نتفاهم بطريقة طبيعية، نتواجه بطريقة طبيعية، مش هيك متل ما أنت قررت تتصرف. انت عم تنتقم مني، انت عم تنتقم مني من قصص يمكن زعجتك من 100 سنة. مش من حقي؟ لا مش حقك، في ولاد بيناتنا نعيم، ما بتفكر فيون؟ وانت فيكي عم تفكري شوي فيون؟ قلت لك بهالطريقة هيدي مش رح نقدر نحل مشاكلنا ولا رح نقدر نتفاهم. شو عم تتشارطي كمان؟ جاي مستقوية من عشيقك المهندس وعم توقفي بوجه جوزك بكل وقاحة، جوزك اللي خنتيه وكذبت عليه وحطبتيه فيكي. مش رح اقبل نعيم، مش رح اقبل انك تذلني وتأذيني ولو على قطع راسي. والفضيحة فيكي، مش خايفة من الفضيحة؟ لا الفضيحة ولا شي. قلتلك نعيم ما رح اقبل انك تأذيني، ما رح اقبل انك تذلني وتحولني لمرة ضعيفة ومسحوقة. انا غلطت، بعرف اني غلطت، بس منتفاهم ومنتواجه مش بهالطريقة، بطريقة انسانية حضارية.
بدك حقك؟ خد حقك بالقانون نعيم، واجهني بالقانون، بس بهاي الطريقة لا، مش بهاي الطريقة لا، ما رح اقبل. اسمعي يا حلوة، انت دكتورة ومثقفة وعشيك المهندس الكبير، بتتفاوضوا بطريقة حضارية، بس انا همجي، هيك بعرف اتصرف وهيك بعرف اتفاوض. عندك حل من اتنين، يا بسكت عن فضيحتك وبخلي البنت على اسمي وكأن شيئا لم يكن، مقابل انك تعيشي معي بدون اصحاب ولا تليفونات ولا ظهرات، يعني لإلي انا بس. يا الحرب توقع بيناتنا وعلي وعلى اعدائي يا رب. ما تتسرعي فيكي، اعطيكي يومين فكري منيح واستشيري عشيقك الامريكاني وقرري ورد علي خبر. انا رايحه انام باوضه سوزي. ما في داعي، انا رايح نام عند مرة، يمكن مش حلوة ومثقفة ودكتورة مثلك، بس على القليلة بتحبني وما بتخوني. صعب منه هين هالرجال ابدا، مرت وواطي. مش بس مرت وواطي، وعنده احساس بالنقص مش طبيعي، وصار له انه يشوف حاله ويحط شروط عليها. ما بتنحسد على الموقف المعطرة ابدا، بس بدك بالصراحه ايمن، وهو كمان ما بنحسد على الموقف اللي هو فيه. يعني واحد مش بس مرته تطلع متخونه، تطلع بنته مش بنته، وفقد ابنه الكبير من سنه. مش هينه بجد، مش هينه. خلص وليد بشرفك، خلص. طب خلص هلا، هي شو معقول تعمل؟ معقول تضحي بحالك كرمال ولادها؟ معقول تقول لي رجع مطرح ما كنت وكأني ما جيت ابدا على لبنان؟ هلا اذا بدنا نفكر الحل الاقرب للمنطق، انه اذا بفكر فيها كأم، هذا هو الحل. والله وبنتي؟ حدا فكر فيه وبنتي؟ والله انا عمره ما حدا يفكر فيي يعني. هلا كيف ما برمتها مصيبه يا ايمن، مصيبه. بعده كتير بكير ماما، ليش أي ساعة بيفتحوا الميني ماركت؟ ساعة سبعة. إيه بعد ستة وربع. قلت أنا طلع حق نشرب قهوة سوا، أنتوا بتتسهلوا وأنا بروح على الميني ماركت، عرفتي كيف؟ إيه عرفنا كيف، مهضومة أمك، مثل اللي رايحة أول يوم على المدرسة. قلت لي نهان، ما بعرف ليه. ماما شو بكي رايحة تشتغلي بالمرتدال والجامبون، شو رايحة تخترع البارود؟ بس. رجعي تستلمني كريستين. ليكي رجعي خبريني، خيك قال لك إنه رح يجيبوا له كمبيوتر يرجع يصير يكتب؟ ايه ماما. رجعي خبريني مزبوط. ماما هيدي المرة المية اللي بخبرك فيها نفس الخبرية. بعد بتخبريها للمرة الألف. ليكي ماما ما تتشوشي علي اليوم إذا ما رجعت بالأوتوكار. ليش وين رايحة؟ بس معزمني على الغدا بالمطعم، بتغدى وبرجع. من وين إجينا باسم هلا؟ ما يكون أسعر، بتعرفي أنت؟ ماما هيدا السؤال كمان صرت مجاوب عليه 100 مرة. شو ما رح تبطلت عنا بجامعة؟ سرمد ليه عطول شغل بالك بهالقصص؟ اهتم بدرسك وبس حبيبي. عم بهتم بدرسي ماما،
شو بيكون عم تصرف معي كأنه عندي مشاكل لازم تهتموا فيه كل الوقت؟ أنا ما بيني شيء وما بدي حدا يقعد معي. ما حق سرمن إنه البابا عم بيحكي كأنه عنده ولاد فاشلين ولا زعران ولا ما بعرف شو، إنه أكيد أنا مش بحاجة إنه تتركوا شغلكم كرمال تقعدوا معي. أنا كمان. خلص ما تهتموا بقى بكل يلي قالوا بيكن، أنا وياه منحل هيدي القصة. أنتوا اهتموا بحالكن وبدروسكن وبس، فهمتوا؟ بيكن يمكن عم بيتصرف هيك لأنه بخاف عليكن زيادة، أوقات بيسمع أخبار عن ولاد تانيين مش منيحة، ولأنه بحبكن وبخاف عليكن هيك بصير يتصرف بهالطريقة. بس أنا ما بدي إياك تتركي الجامعة كرمالنا، لأنا بس صير بالجامعة بدي أشوف حالي قدام كل رفقاتي وأقول إنه أنت أمي. حلو، يعني بدك تروح على الجامعة اللي بتعلم فيها؟ يا اهلا وسهلا بأميسو. ميرسي تقبريني، مبسوطة فيكي كتير، هيك بتونس نتفي بدل ما كل نهار قاعدة لحالي بفكر بدون ما فيش خلق. رح افقع يا أميسو، رح افقع. لشوفي خبريني. بنتي ريما ما بعرف بعد ما صارت معها هالحادثة صارت بنت غريبة كتير، صارت وحدة تانية من برا ومن جوا، وحدة تانية يا أميسو. ليش اللي صار معها هين وكأم ربيع؟ بونجور. اهلا اهلا. باتيه بليز. طبعا باتيه. باتيه حرة ولا عادة؟ حرة بالمعروف. ليش في حرة أو في عادة؟ ايه يلا لحظة لدي. حالة المريضة منا هينة، تقارير المعمولة هون عن تصرفاتها والأذى يلي سببته لأولادها كانوا السبب الأساسي لحتى دكتورة يعتمد العلاجات القوية لحتى يعالجها يعني. بس أنا اطلعت على الحالة وما شايف إنه الحالة بتدعي مصح عقلي. مدام صباغ منا مريضة عقلي. أنا اخترت إجي لعندك دكتور، أنا وابن ابني، لأنه كنا بحاجة لدكتور ما بيعرف شي عن حالة مدام صباغ. بالحقيقة الدكاترة حيرونا. هو هيك بصير عادة، نخوف الأهل على المريض بيشوفوا عدة دكاترة وبتصير الآراء تكتر وتكتر وما بيعودوا يعرفوا وين الحقيقة. أنا اطلعت على حالة المريضة وأنا مستعد لكل سؤال بدكم تسألوا. بنقدر نرجع ماما على البيت؟ بترجعها على البيت إذا بيكون في عندها مرضى، وإذا ما بتنترك لوحدها بالبيت، وإذا بتاخد الأدوية اللي أنا رح أوصف لها إياهم بانتظام. فيكن تاخدوها على مسؤوليتي شخصية. فينا نرجع اليوم؟ ساعة اللي بدكم تاخدوها على البيت وبيجي أنا بفحصها ومنتفق على العلاجات الجسدية والنفسية كلها. عاد لكن نحن رح نعتبر إنه حضرتك صرت حكيم رويدة الجديد ورح نتكل عليك بكل شيء. أهلا وسهلا وسلامة قلبها. فيكي انت بتعرفي ان انا كنت اول شخص من زمان وجاي بشجعك على الطلاق. انت بتعرف قديش بكره نعيم، قديش بستغرب انك بعدك عايشي معه. بس هلا كل شي تغير فيكي، هلا الوضع تغير 100%. كنتي زوجي وام، ما بقى طايقه جوزة وليدها الاربع حواليها. وكنتي خلاص عايدة، خلاص كل اللي عم تقوليه بعرفه، بعرفه كتير منيح. سوري بس عن جد صار لي من وقت ما خبرتيني عم جرب لاقي حال، مش عم بقدر. ما هي الحلول مش كتير يا عايدة. نعيم اختصر لي كل الموقف بحلين، يا أما بصير عبدة لسكوتو، يا أما بشرشحن قدام ولادي وعيلتي وتلاميذي والناس كلها. يا عيني منا حلين، أضرب من بعضهم. وانت شو قررتي؟ ما قررت شي. أنا ضايعة عايدة، ضايعة كتير، كأني طايرة وما عندي أجرين لحتى غط على الأرض. ما بعرف يمكن أيمن لازم يشارك بهالقرار. فيكي إذا أيمن شارك رح يلغبتك أكتر، بالنهاية البنت بنته، مش رح يقبل إنه يتركها ببيت نعيم بعيدة عنه. يلا يا حلوة، بس هالفصالي بحبه. أنا تعبانة، خليني بالبيجامة. لا حبيبتي لا، بدك تلبسي احلى فستان وتزبطي حالي كمان، بس نوصل على البيت بتكون عبير سالت هونيك وناطرتك، لازم تشوفك باحسن منظر مش هيك؟ بلا مظبوط. وعمر وعلاء
كم رح يكونوا ناطرينك مام؟ عزمي وي ما بدي يكون بالبيت ابدا، رجع بيردني لهون. مام ما حدا حيردك لهون، طالما انا حدك ما حدا رح يستاجي يقرب عليك. حبيب قلبي انت ما كنت عارفه انك بتحبني هالقد. يلا لبسيها تاخرنا. شو ماما؟ تلفنولي من المصح. الحمد لله من اليوم وبالرايح ما بقى حدا يزعجك من المصح. مرتك رح ترجع على البيت وهالمهزلة رح تخلص. ماما انت هيك عم تخاطري كثير. بالعكس، دكتور وسيم الحاج بروفيسور طويل عريض قال لي انه بسهولة رويدة بتتعالج بالبيت، ما كان بدها هالشوشرة كلها. ماما انا بخاف على ولادي. لا ولو عزمي بتخاف على ولادك؟ مش لقلي هالحكيات تقولون، انا امك وبعرفك عن الغيب. كيف عم تقدري تكوني هالقد ضد ابنك؟ كيف كأنك امها هي مش امي. انا اليوم مش فرقاني معي لا انت ولا هي، انا فرقاني معي احفادي. بدي اربح 4 ولاد رايحين على الدمار، بدي ارجع واقف هالبيت على اجريه، وبكره بتشوف كيف كل شيء رح يزبط. ماما انا حكيم بفهم اكثر منك بهالقصص. هالقصص ما بدها حكمه وطب ابني، هالقصص بدها حب وحنين وعاطفه، وهول كلهم مفقودين بهالبيت. كثير عم لوم حالي كيف تركت الحاله توصل لهون. لما كنت اجي زياره ما كنت حس انه الوضع هالقد متأزم. طيب ماما انا شو بدي اعمل؟ اللي بدك اياه روح عيش مع عروستك الجديده ونسينا. ما في ماما، انا كان لازم انه. كان لازم شو؟ تعيش انت وياها هون بالبيت؟ هيدا البيت لرويدا، ورويدا بعدها صبيه. ماما مين باله بالبيت؟ رويدا مجنونه. اذا مجنونه طلقها. شو؟ اذا مش مهتم بالبيت عن جد طلقها، وانا بهتم بالولاد. اذا ما بدك تشوف فل، بعد شوي جايين الولاد من المدرسه وبعد شي ساعه بتوصل هي. اذا بده يكون وجهك هيك مكشر فل احسن. حياتي ما شفت ام بتحب مرت ابنها اكثر ما بتحب ابنها. اللي عم بعمله اليوم يا ابني رح تشكرني عليه بعدين. عم لملك عائلتك، عم لملك ولادك. بكره لما ترجع على البيت وتلاقي العائله مجموعه ونطرتك رح تدعي لي. ماما سمية صارت مرتي وهي منا مره عاطله ابدا. سمية مره بتجنن. المره اللي بتجنن ما بتعمل مستحيل للظهر مره تاني من بيتها وتزتها بالمصح. شفت ميشو؟ انا قصدا ما جبت لك لابتوب لاني عارفه انه اللابتوب رح خليك تتكسلن وتضل قاعد بالتخت. ما بعرف شو بدي اقول لك، بدي اشكرك كثير. ما بدك تشكرني، بدك تشكر مدام فيكي كرم، هي اشترت لك الكمبيوتر. الله يوفقها. بس ما بعرف اذا رح اقدر اشتغل عليه مثل قبل الحادث. يمكن صعبه. ابدا مش صعبه ميشو، بكره بترجع بتتمرن وبتتعود. في شباب وصبايا من قبلك هون ووضعهم كان اصعب من وضعك بكثير، رجعوا تمرنوا وهلا صارت كل حياتهم على الكمبيوتر. تخيلي ارجع اقدر اتواصل مع اصحابي على الفيسبوك، هيدا حلم عن جد حلم. ماما حبيبتي
أنا كثير اشتقت لك كثير كثير. وأنا كمان اشتقت لك حبيبي أنت. Qu'il ne soit rien arrivé à papa. Qu'il ne soit rien arrivé à papa. بس برافو شطورة. أوكي حبيبي؟ خي خلصنا بكير. إيه حبيبي خلصنا بكير لأنك شطورة. أي ساعة جاي لعندك ليا؟ هلا. طيب أنا عندي مشوار ضروري لازم فل، بس انفيري صوم تهتم فيك أنت وليا. أوكي. أوكي حبيبي، وإذا عزتي شي قولي لسمر وسرمد هن هون. أوكي. ما راح أتأخر، قعدي عاقلة أنت وليا. أوكي حبيبة يلا بحكيكي بعدين باي. سمر أنا كتير مبسوطة، مبسوطة لأنه اكتشفت بين امبارح واليوم أنه بنتي منا حقودة أبدا. أنه بتعرفي قديه كنت أنا وياكي متخانقين وقايلين كل شي في حكي قاسي لبعضنا. بعد شوي لما شفتي بي كيف تصرف معي بشكل مش لايق لقيتك وقفتي حدي، وقفتي حدي وكنت كتير حضرية ولذيذة. ماما انت ما بتعرفي قد انا عن جد بحبك، وعطول بقول انه لما اكبر بدي اصير مثلك، انسانه كبيره ومثقفه والعالم كلها بتحترمها. ماما انا عن جد ما بدي اذي حدا، بس ايام هيك بيصير في قصص بتعصبني وما بعرف ليه هيك بتصرف. بس ما تكرهيني، انا عن جد ما رح اذي حدا. اكرهيك؟ انا بدي اكرهيك؟ لك انا بعصب قد ما بحبك، بدي اياكي هيك كبيره وشوف حالي فيك قدام الناس كلها. كتير بتضايق سمر، كتير بعصب لما لقيكي هيك عم تتصرفي بوطاوي. بعرف، بس ما تخافي ماما، أنا عن جد مش رح أذي حدا. طب ليه عم تعملي هيك؟ عم بتسلى. عم تسلي؟ هالقد زهقانة؟ طب شو رأيك نسافر كم يوم؟ شو؟ إيه، بسافر أنا وياكي وإخواتك كم يوم على باريس. دقيقة دقيقة، عم بسمع منيح؟ والمدرسة؟ هن 5 أيام بس، يعني عندك بكرة الجمعة وسبت وأحد فرصة، ونرجع هيك بتعطلوا كم يوم من المدرسة، 2-3 ماكسيموم 4. لازم نقعد مع بعضنا سمر أكتر، نحكي نراجع حساباتنا نقضي وقت أكتر. أنت شو قولك؟ بدي قولي مام؟ أكيد إيه، وأكيد سوزي وسرمد كمان. عال، لكن عندك مهمة بدك تقنعي بيك. حكي أنت وسرمد ولاقوا لكم شي طريقة، بس قولوا إنه فكرتكم مش فكرتي لحتى يقبل. أوكي. اوكي انا راح اشرب قهوه مع عايدة، انتبهي انت على اخواتك بغيابي. اوكي ما عم صدق شو هالفكره الحلوه. خلص بكره لازم نروح. اي بكره منروح، بس بعد المدرسه يعني بتياره عشيه. اتفقنا؟ اوكي. اوكي ياي. عمر حبيبي. هاي ماما. ما بدك تبوسني؟ كسر ايدي اذا بمد عليك مرة تانية. علاء وين؟ عن صاحبه هلا بيجي. تعبانة شي؟ شوي بس اشتقت للبيت، اشتقت لأولادي. طالعة بيلي اتمشى بالجنينة اتفرج على زريعتي والوردات تبعي. ماشي بنتفرج.
هاي. هاي. اشتقت لك. أنا كمان كثير اشتقت لك. بس بعرف إنه بتحب التليفونات الكتيرة والظاهرات وكذا، عم أتركك على ريحتك مع إنه أنا عادة مش هيك. خبريني، في شي جديد؟ كيف البيت وخبر البيت؟ مثل الحلم هالبيت عم بيتغير. أها، كيف يعني؟ أول شي أمي قبلت إنه ميشو يضل كل الجمعة بالمركز، وبلشت تشتغل بميني ماركت حد البيت. خي؟ وأختي كمان، بطلت مهبولة، صارت تعرف توقف بوجه صاحبها اللي افتكر إنه امتلكها بعد ما نامت معه. شو بك باسم؟ الشي زعجك؟ لا لا لا، مشي عادي. أنا جوعان، بدك ناكل؟ أوكي. متر. بعد ما فهمت. شو بدك تخبريهم للولاد؟ بدك تاخديهم من هول لفرنسا حتى تخبريهم شو؟ كرمال شو؟ شو فيك تقولي لهم هونيك ما فيك تقولي هون؟ بدي خبرهم إنه أنا وبيهم مش متفقين. بدي أقول لهم إنه عم فكر بالطلاق. أوكي. أيمن، هن الولاد أصلاً بيعرفوا إنه أنا وبيهم مش متفقين، يعني الخناق بالبيت من زمان وجاي مش مخفي عليهم. شو بفيدك هالشي؟ بفيدني إنه بحطهم بالجو. لما تكبر القصص بيناتنا أنا وبيهم بيكونوا هن بيعرفوا. بدي خبرهم كتير تفاصيل. بدي أقول لهم إنه بيهم ممكن يألف علي كتير حكي. بدي أقول لهم إنه هو ممكن إنه ما بعرف، متضايقة من طريقة تفكيري أيمن. بشاعته وقلة أخلاقه عم تخليني أتصرف ضد قناعتي. تعرف إني قرفانة من حالي؟ قرفانة ومستحية من حالي كتير. فيكي، خبريني بصراحة بشو عم تفكري. أيمن، بدي أقعد أنا وياهم لوحدنا، بدي أقعد فترة أنا وياهم لحالنا. بدي خبرهم إنه بيهم بيكرهني. بدي أقول لهم إذا طلبت الطلاق وتركت البيت ممكن يعمل المستحيل ويكذب لحتى يحطمني. بدي أقنعهم إنه بيهم ممكن يألف قصص ويألف إشاعات كمان لحتى يغلبني ويقهرني. من بيناتهم إشاعة سوزي؟ إيه. والفحص؟ الولاد ما بيفهموا بالفحص. أنا ما راح أترك له مجال لحتى يبرهن لهم شيء. بتكبر القصة على أساس إشاعة، وبعدين بيصير اللي لازم يصير. وحتى نعيم إذا فكر يشيل سوزي عن اسمه منشيلها. إذا طلب؟ سوزي بنتي أنا، وأنا بدي إياها على اسمي. أيمن، سوزي أكيد بنتك، ما حدا عم بيقول لا. بس فكرك أنا هلأ عم فكر بوراقة الثبوتية وبتذكرتها؟ أنا عم فكر بسوزي، بنفسيتها، بقلبها، بعقلها، بسوزي كلها. أيمن، سوزي بعدها بنت صغيرة، يعني أنا بخاف عليها تنصدم وتتعقد من هلأ لآخر حياتها. بعدها يعني مفتكرة نعيم بيا. مش هين القصة، قاسية كتير على بنت عمرها 10 سنين. بس هو رح يخليك تسافري مع الولاد؟ رح يقنعوا، أكيد بيقنعوا الولاد. بعتقد بيقنع. صدقني أيمن، أنا كتير بحاجة لهيدي السفرة. بدي أقعد أنا والولاد لحالنا. بدي جيبهم من يمي، ما بدي يدخل على الخط قبل ما جيب الولاد من يمي. خليني روح معك، بقعد بعيد عنكم، وإذا صار لي شوفك بشوفك. هلأ أنا بشوف كيف ردة فعله عشية، وإذا تأكدت إنه وافق ورح نروح دغري بتصل فيك. بحبك. بعتذر على اللي عم تقضيه بسببي فيكي. كوني أكيد لو عارف إنه هالكم يوم رح يعملوا هيك كنت أكيد ضحيت فيهم. ليش حسي انك مش مصدق خلص اكلاتي لفير؟ لا ابدا عادي. بشرفك قلي، شو زعجك بقصة كريستين؟ ماشي. بس مطلع فيي انا عم بحكيك. انبسطت كثير انه وضعك مع عائلتك صار منيح. هيك على القليل ما بقى تهربي من البيت وتعرضي حياتك للخطر. هيدا اللي كنت بدي اعرفه واطمن عنه. وهلا خلص يعني؟ منوقف نتصل ببعض؟ عملت واجباتك الدينية والإنسانية خلاص؟ ما تتمسخري إذا بتريدي كارلا. مش عم أتمسخر باسم، أبداً مش عم أتمسخر، بس بدي أعرف أنا بعني لك بشي محل؟ كارلا، أنت بعدك صغيرة. إيه على الحكي، خلصنا منه، جاوبني على سؤالي، أنا بعني لك شي؟ صراحة؟ إيه، حبيتك كتير، وعجبتيني من أول ما شفتك، بس مع الوقت اكتشفت إنه أنا وأنت على غير موجة. كيف يعني على غير موجة؟ يعني في اشياء كتير مختلفين عليها كارلا. يعني انت مسلم وانا مسيحية؟ لا 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 لا، اكيد مش هيدا السبب. لكن شو السبب عن مظبوط؟ فهمني كارلا، انا انسان مؤمن
وانا مو امني كمان. بس انت عندك افكار منفتحه وهالشيء بيزعجني. شو اللي مضايقك هالمظبوط؟ معتبرني فالته مثلا؟ اكيد لا، انا ما قلت هيك. البنت اللي بدي ارتبط فيها وتصير مرتي، في اشياء كثير بشخصيتها لازم تغيرها كرمالي. مثلا؟ مش اخبرك عنهم كارلا، لانه اكيد ما رح تقبل فيهم. يلي خبرتيني انت عن اختك انا ما بقبل فيه. ما في اتحمل ارتبط بوحدي مش بنت، او خلي مرتي تشتغل كل النهار بين رجال وبين الزعران يلي بضلوا راكدين ورا النسوان. مش واردي كارلا. انت معقد باسم، معقد من ورا قصة اختك. اختي ما لها خصة، اعملي معروف وبقى تجيبي سيرتها. بلا خصة، خصة وكتير كمان. انا مستعد يكون حدك اذا قررت تتخلص من مشكلتك. اذا عزت نحكيني. ليه بدك تساعديني؟ لاني حبيتك باسم. كيف حبيتيني؟ ما زال ما في شيء مشترك بيناتنا. مغلط، في كتير اشياء مشتركة بس انت مخبيها. ما تفوت الشخص التاني اللي قالك أنا، أوكي؟ ألو؟ هاي بابي. هلا حبيبتي، كيفك؟ كتير كتير منيحة. بتعرف شو عملنا؟ ظهرنا كنا لبرا على الجنينة مع المامي ولعبنا وسقينا الزريعة وكل شي. برافو حبيبتي. والماما منيحة؟ كتير منيحة، عم تضحك ومش معصبة أبدا. اوكي حبيبتي. تيتا عندك؟ ايه لحظة لأعطيك اياها. تيتا تيتا، البابا بده يحكي معك. عبير يلا على الدرس، انا جاي سنان. اوكي. الو. ايه ماما. شو قول هيك؟ كثير مبسوطين. كثير. عيلة مجموعة ما هيك؟ معلوم. ناقصنا علاء يقبرني. بسط بس عامر قال لي انه داهر بكرة. بس علاء ناقصكم؟ وانا شو؟ انت اخترت تفل. نحنا ما بدنا نجبرك ترجع. أنا بدي ريحتك أمي. هاي ريما. هاي. عم أزعجك شي؟ لا أبداً، عم نقى تياب للسهرة. رح تسهري؟ إيه، حذري من عزمنا. مين؟ سام. مين سام؟ سام صاحبنا لنزيه. شو؟ أنت اتصلتي فيه؟ لا، هو اتصل فيه وقال أنا حابب يشوفني. قلت له أنا كمان. وليش بده يشوفك؟ أكيد لذات الأسباب، أنا وياه اشتقنا لنزيه. بس هيك غلط ريما، أنت عم تعذبي حالك زيادة وعم تغرق حالك بهالقصة اللي لازم خلص تكون تجربة صعبة وقطعت. ما قطعت كارلا، ما قطعت أبداً. طولي بالك حبيبتي، بكرة مع الوقت كل شي بيهون، بس أنت ما تغرقي زيادة فيها. اشتقت له، حياتك اشتقت له، سام هيك بذكرني فيه لأنه هو وياه بحبوا بعض وأنا بعرف. أنت عم تلعبي بالنار هيك. شو فيها يعني؟ شو بدك العب باللعبة؟ كبرنا على اللعبة كارلا، النار صارت أحسن لنا. أصلاً ما تقولي لأمك ولا لأهلي، أنا ما قلت لهم. شو مام بعد ما أجا البابا؟ لا بعد ما وصل. هي مش مصدقة يوصل ونخبره. يا حو سرمت بالأوضة بلش يدب الشنطة. طيب إذا مستعجلة دقيله شوفي وينه. الو هاي بابي. شو وينك مأخر تتجي على البيت؟ شو في شي؟ لا ماشي عم شوف وينك. امك بالبيت؟ ايه هلا وصلت، طلعت تتحمم. لك بابا بليز ما تتأخر علينا، انا وسرمد عايزينك موضوع كتير ضروري، عاملينه سيربرايز للماما. اوكي؟ اوكي. كذابة. رشاشة. أول نص ساعة أنجأ من شاد سبونان، بدهم إيد جنبه وإيد جبني. تاني نص ساعة أحسن شوي. بعدنا مرق ساعتين، القبضة يلحق لي. لك إيش بدها ماما؟ ما هون بالبيت ما في أشطر منك بالأكل. هون غير شي. معها حق، كتير صعب إذا الواحد مش معود. بكرة جاي خيكم. حبيبي اشتقنا له. بدي أعمل عشا ملوكي، كل اللي بحبه بدي أطبخ له إياه. جبت كم غرض من عند أبو ربيع. بس الحقيقة المصاري ما كفوا. تكرم عينك وعين ميشو.
بكره قبل ما اروح على الشغل انا بعطيك المصاري وبتدفعي لهم. تقبريني. بدكم شي من المطبخ؟ ما معقول كأنها انسان تاني. ايه كثير ملحلحه. اذا من اول نهار وهيك ايه بعد شهر لتصير مثل ليدي غاغا. طول بالك مش يمكن بيك ما يقبل؟ ليه ما بده يقبل؟ مش انت عزمتينا بمصرياتك؟ فما عنده شيء يعترض عليه. ما بتعرف يمكن يعترض. خلينا نشوف ليرجع. ان شاء الله ما يتاخر. حتى لو تاخر للصبح بده انطره. بعرف يا ازعر ما انت معود على السهر. خبرني كيف السهر مع الصور؟ بتصدق اذا بقول لك؟ اكيد بصدق. كل شيء بتقلي اياه حبيبه انا بصدقه. ما بقى احب اتفرج على صور نسوان مزلطين. اول شيء كنت انبسط بس هلا لا. ستحب احكي مع سيرين. ومين هاي سيرين؟ عرفت عليها بالصف، هي اعلى مني بسنه بس نزلت العمر. بليز مام ما تخبري سمر. ليش بقى؟ سمر كارثه بتنزعلي القصه بتخبر العالم. بليز مام. يخرب ذوقك يا سمر على هالصيت العاطل وبتقلي عم تتسلى. قال بقى سيرين ستحبها اكثر من الصور حتى لو كانت مش مزلطه. يا حبيبي انا ابن اللي عم بيكبر. شو؟ يلا 10 دقايق وبيمشي الدواء بجسمه وبتروق. ما تخلوها تغفى قبل ما يفوتوا الاولاد بسوا وقولوا لابو مامي. حاضر. نسيتك بس ما عرفتي شو عاملي بحالي غيرة اللوك كومبليت. شو عامل من بعد نزيه؟ لهلا ميت. أنا كمان. من هيك حبيت أحكيك. حسيت إنه أنت بس يلي بتفهميني وأنت بس يلي فيك تساعديني لأنك بتذكريني فيه مع إنه الفترة يلي فتت فيها على الخط كانت كلها مشاكل بس بتضل تذكريني فيه. منشان هيك حبيت أحكي معك. حسيت انه انا وياكي خلنا نزيه كانه جمعتنا المصيبه زاد. انا ضايعه ضايعه كثير. خبريني ليه قصيتي شعرك هيك؟ حلوين ما هيك؟ بلا فيري نايس. خبريني شو بتشرب. جيل الهوية ما
ضعيفتنا كتير قوية، تركونا نعيش بحرية، العالم برا سبقونا، بدنا نسهر بدنا نغني، رفاقي بالشلة بتفهمني وامي بوعظة ما بترحمني، نفهمون ما بيفهمونا، اي متى رح تسمعونا، اي متى رح تفهمونا، عم نبني بكرة بايدينا، مشاكلكن ورطتونا، اي متى رح تسمعونا، اي متى رح تفهمونا، عم نبني بكرة بايدينا، مشاكلكن ورطتونا. عنا خناقة العيش معهم مش من طاقة، شبيبة وفي عنا طاقة نعيش الحياة، تتركونا سيارة تنستعيرها، داد بيضرب لتكشيرها، المام بتحقيقها خطيرة، وعلى